بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه أتوكل دائما أجمعين. مشاهدين متابعون الكرام، أسعد الله مساءكم وطاب جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام وسرور، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتواصل معكم من هنا من أرضية ميدان الذيد، ومع تحدينا السابع من أمسية اللقايا لهذا اليوم مع مهرجان حاكم الشارقة في نسخته الثانية، يحفظه الله ويرعاه، والمخصص للأبكار المحليات الأصايل. ومسافتنا الحاضرة هي 4 كيلومترات، فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة للجميع. لأبدأ إذاعتنا وعلى المركز الأول من تحضر عالية، محمد بن سعيد بن حمد الدرعي يقدم عالية على صدارة هذا التحدي. لكن سمرغند حضرت ووصلت لتنطلق في هذه اللحظات بشعار القايدي الى اول المراكز، سلطان بن علي بن ثابت القايدي، وثانيا عالية محمد بن سعيد بن حمد الدرعي، لانتقل الى توجيه عبد الله بن محمد الشين الكثيري يحضر مع ثالث المراكز، ورابعا هذه جواهر محمد بن حمد بن سالم الدرعي يقدم شعاره مع جواهر، والنقلة التالية والوصول من قبل جو، ليتقدم مطر بن عبيد بن مطر بن حمد ويتقدم على مستوى رابع المراكز. اما خامسا حضرت في هذه اللحظات لتصل مرموقة عبد الله بن سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي، وسادسا مرحبا يا حضور عبد الله بن محمد بن احمد الجسمي الغادم من ميدان التلة، ليتواجد مع سادس المراكز. وسابعا حرب واصلة سالم بن عبد الله المتفيج الاكتبي، اما ثامنا الوصول من قبل توجيه عبد الله بن محمد الشين الكثيري، وتاسعا لأتابع من حضرت من وصلت لتتقدم وتعلن عن تواجدها ضمن هذا التحدي من مهرجان حاكم الشارقة على أرضية ميدان الذيد. وصلت في هذه الأثناء أرباح حمد بن محمد بن سعيد آل سودين، وعاشرا صوغة حضرت عبد العزيز بن سيف بن علي بن كريب الكتبي ممثل المدام مع عاشر المراكز. لأختم به نداؤنا الأول ذعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام، لأعود من جديد نحو الصدارة نحو القيادة. لا زال الدرعي بحضور عالية تحضر مع المركز الأول والصدارة حتى هذه اللحظات، محمد بن سعيد بن حمد الدرعي، وثانيا جواهر محمد بن حمد بن سالم الدرعي يحضر ليتقدم مع جواهر مع ثاني المراكز. اما جو وصلت في هذه اللحظات لتتقدم وتنطلق مع ثالث المراكز، مطر بن عبيد بن مطر بن حمد ينتقل لرابع المراكز مع شعار الكعبي، مع مرموقة عبد الله بن سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي، وخامسا هذه حضور عبد الله بن محمد بن احمد الجسمي. لكن صوغة بدأت بالوصول عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، العودة مع الكيلو الاخير الكيلو المثير.
الكبير يا ملاك ويا مضمرين، روحت الأسماء وصلت الشعارات والمقدمة مع عالية محمد بن سعيد بن حمد الدرعي، وتحرك الجواهر ليتقدم محمد بن حمد بن سالم الدرعي، وأيضا صوغ حضرت ابن كليب تقدم في هذه اللحظات مع صوغ عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، لكني بعود اعود مع القيادة الى المركز الاول ما بين عالية وبين جواهر بين الدروع على اول المراكز حتى هذه اللحظات. محمد بن سعيد بن حمد الدرعي ومحمد بن حمد بن سالم الدرعي مع من سيغادر الانتصار. بسم الله ما شاء الله، لا زال التنافس ما بين هذين الشعارين مع الامتار الاخيرة. جواهر غادرت 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 محمد بن حمد بن سالم بن سالم الدرعي مع الانتصار مع المركز الاول بهذه الجوهرة الكبيرة، تحضر مع الانتصار. يلا يا بن سالومي، سلام سلام، تحية واحترام. اما ثانيا عالية محمد بن سعيد بن حمد الدرعي، وثالثا حضرت غازية سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي، ورابعا رابعا كانت سمحة رامس بن محمد بن ضبيب العامري. اما خامسا من حضرت في هذه التحدي هي جواهر سهيل بن متعب بن سهيل العامري. اذا تهانينا والناموس لراعي جواهر محمد بن حمد بن سالم بن سالم الدرعي، من حضر بهذا الحضور الكبير وبهذا الحضور المشرف مع المركز الاول، ويهدي السلامات الى الدروع كافة، ويأتي مع المركز الاول محمد بن حمد بن سالم بن سالم الدرعي لحظة الوصول الى خط النهاية مع جواهر لتصل بتوقيت وقدرة. ست دقائق تسع ثواني 16 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس للجميع.